حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومستمرون معكم في سلسلة متابعتنا الخبرية الخاصة لمجريات الأحداث الجارية في بغداد عقب دعوة مقتدى الصدر أنصاره إلى المغادرة من المنطقة الخضراء على أثر قتل العشرات وإصابة آخرين أيضا في اشتباكات وقعت أمس الاثنين وصباح اليوم مع ميليشيات الحشد. بدأ أنصار التيار الصدري الخروج من أمام مجلس النواب وإلغاء اعتصامهم استجابة لأمر زعيم التيار مقتدى الصدر. كان الصدر قد أمهل أنصاره 60 دقيقة للمغادرة تماما وإنهاء الاعتصامات والتظاهرات السلمية كذلك، مؤكدا أن العراق بات الآن أسيرا للفساد والعنف وأن الشعب العراقي هو المتضرر الكبير مما يجري من صراعات ومواجهات. انزلاق سريع نحو المواجهة المسلحة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. المنطقة الخضراء في بغداد كانت ساحة أولية لهذه المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام أنصار التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. عشرات القتلى ومئات الجرحى سقطوا حتى كتابة هذا التقرير نتيجة الاشتباكات التي تدور بين الجانبين بمختلف أنواع الأسلحة، على الرغم من إعلان السلطات الحكومية حظر التجوال في جميع المحافظات حتى إشعار آخر، بل إن المواجهات المسلحة امتدت إلى محافظات عراقية أخرى، إذ هاجم أنصار التيار الصدري 12 مقرا لميليشيات الحشد ولأحزاب وكتل سياسية في بغداد والبصرة وميسان والنجف وبابل، أبرزها مقرات ميليشيا بدر والعصائب والنجباء وحزب الدعوة. ورغم حظر التجوال الساري يواصل أنصار التيار الصدري التحشيد في مناطق عدة من بغداد، أبرزها الحرية والصدر والشعلة وبغداد الجديدة وجسر ديالة وأجزاء من الدورة والبيع عبر سيارات محملة بأنصار التيار الصدري ومسلحين من ميليشيا سرايا السلام التابعة للصدر للتوجه إلى المنطقة الخضراء لدعم المشتبكين هناك أو لحمل الطعام والمياه للمعتصمين المحاصرين في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء. ووسط هذه الأجواء الملتهبة أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر بدعوى حل البرلمان حتى إشعار آخر، وهو الأمر الذي يلقي بظلال من الغموض على المستقبل القريب للصراع السياسي وما يتبعه من مواجهات مسلحة بين الصدر وشركائه السابقين في الإطار التنسيقي. خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. وعلى الرغم من الأمر المفاجئ من جانب مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في بغداد وإنهاء الاعتصام والتظاهرات، إلا أن المراقبين يرون أن الباب لا يزال مفتوحا في العراق أمام كل الاحتمالات، لا سيما وأن قرار الصدر يفسح المجال أمام قوى الإطار التنسيقي وميليشياته الموالية لإيران لتشكيل الحكومة وإحكام قبضتها على المشهد السياسي برمته في المرحلة القادمة. بالحديث إذن مشاهدينا الكرام عن الأوضاع الميدانية في بغداد ومغادرة أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب وما حوله، معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. حياكم الله، مرحبا بكم. كيف تصف الأوضاع الآن في بغداد بعد كلمة الصدر وبعد دعوته إلى مغادرة أنصاره في غضون 60 دقيقة؟ هل أتم أنصار التيار مغادرتهم من المنطقة الخضراء؟ سيد أحمد الجميلي، هل تسمعنا؟ فاصل قصير ونواصل. إذن مشاهدينا الكرام، كانت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد منذ أمس الاثنين قد ازدادت لتبلغ أكثر من 30 قتيلا ونحو 700 جريح. وأفادت مصادر صحفية بأن بغداد شهدت ضربات صاروخية واشتباكات مسلحة بين أنصار التيار الصدري وميليشيات الحشد داخل المنطقة الخضراء، وشهدت أيضا الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء انتشارا لسيارات تابعة لميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري محملة بأسلحة ثقيلة كانت قد انطلقت من مدينة الصدر.
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل النظر بدعوى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة حتى إشعار آخر. أكد مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية لم تنظر في الدعاوى المعروضة بسبب حظر التجوال، وذلك بعد الاشتباكات المسلحة التي نشبت منذ عصر الاثنين بين أنصار التيار الصدري وميليشيات الإطار التنسيقي في المنطقة الخضراء. وسط تصاعد الأحداث إذن في بغداد والمحافظات واشتعال المواجهات المسلحة بين ميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري وميليشيات الحشد التابعة للإطار التنسيقي، جاء قرار المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في دعوى حل مجلس النواب مخيبا لآمال الكثيرين في العراق. تقرير أعلنت خلية الإعلام الأمنية اليوم الثلاثاء تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بأربعة صواريخ. وقالت الخلية في بيانها إن المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه. وأضافت أن انطلاق الصواريخ جاء من منطقتي الحبيبية والبلديات في شرقي بغداد. هذا وكانت السفارة الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار عقب سقوط صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء. أظهرت مقاطع مصورة متداولة لحظة قتل أحد متظاهري التيار الصدري وإصابة آخرين بنيران ميليشيات الحشد المنتشرة في بغداد في المنطقة الخضراء. هذا وأظهرت مقاطع مصورة أيضا تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي استهداف مقر ميليشيا العصائب في محافظة البصرة. تشهد البصرة تظاهرات واعتصامات تطورت إلى إغلاق بعض المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية. أظهرت لقطات متداولة لأحد مقار ميليشيات بدر في منطقة أبو تشير في بغداد في جنوب بغداد بعد أضرام النار فيها بعد أن أضرم النار فيها أنصار التيار الصدري، وذلك في سياق المواجهات المسلحة المستمرة بين أنصار التيار الصدري وميليشيات الإطار التنسيقي الموالي لإيران. للحديث إذن مشاهدين عن قرار الصدر مغادرة أنصاره من الشارع ومآلات الأزمة السياسية في العراق، معنا هاتفيا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. مرحبا بكم. أهلا ومرحبا، حياكم الله. وحياك الله. الصدر إذن أنهى في أثناء كلمته أنهى اعتصام أنصاره وتنازل للإطار التنسيقي، ولكن هل انتهت الأزمة السياسية في العراق؟ نعم، تحية مسائية لك وللجمهور الكريم، وأمنا وأمانا على العراق والعراقيين. حقيقة ليلة أمس كانت ليلة سوداء ظلماء ثقيلة جدا على المواطنين العراقيين في العراق عموما وفي بغداد خصوصا، بعدما غيبت لغة العقل وأصبح السلاح هو المتكلم هو المتحدث الرسمي باسم ربما جهات خارجي عن القانون أرادت أن تحدث فجوة كبيرة ورادت أن تغير حتى مسار العملية الديمقراطية
عندما صمتت الألسن وتحدثت الأسلحة. ولكن سيدي العزيز، اليوم مبادرة السيد الصدر وتغريدته وربما مؤتمره الصحفي أصبحت البلسم إلى الجراح، رغم أن الجراح كانت عميقة وكان واضحا من تقاسيم وجهه أنه يشعر بالحزن والأسى على ما مر على بلده الجريح. لكن كما قلت لا أعتقد أن هذه نهاية المرحلة، باعتبار أن لدينا وللأسف الشديد طرف آخر متزمت في رأيه، لديه حب واسع إلى السلطة، متمسك بأفكاره الدوغمائية، يريد بطريقة أو أخرى أن يبقى أطول مدة في السلطة. ولكن أنا أعتقد من بعد خطاب السيد الصدر، وبعد أن وضع النقاط على الحروف، وبعد أن أوجه كلمات ربما قاسية جدا ومؤثرة حتى لتياره، يجب على الشعب هذه المرة أن يقول كلمته: كفى للفاسدين، لا نريد تكرار الوجوه مرة أخرى مهما كان الثمن. إذا كان بالأمس التيار الصدري هو من احترض على الطرف الآخر، فاليوم بعد خطاب السيد الصدر وبعد ما مرت بنا من مأساة كادت أن تشعل البلاد بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، على الجميع أن يرفضوا المنظومة السياسية التي أثبتت فشلها وعلى رأسها الإسلام السياسي. طيب. حقيقة لا تنكر ويجب أن تذكر في كل المحافل. كفانا مجاملات، كفانا مناغمات، كفانا تسبيق لهذا الطرف أو ذاك. اليوم الشعب قدم، أصبح هو الضحية، في حين أن المسؤول عندما شعر بالخوف أو عندما شعر بالقلق غادر حتى المنطقة الخضراء وربما حتى بغداد، ولا هاربا ولم يعقب كما تؤشر له الآية، وبقى المواطن العراقي في حيرة وفي ألم وفي حزن وفي قلق. أنا على يقين أن أغلب العوائل العراقية خاصة الأماكن القريبة من موضع الصدام لم يناموا ليلهم نتيجة الأصوات والرعب والخوف من المجهول. ولكن سيد علي، نعم، يعني بغداد احترقت، قتال وعنف في الشوارع خلف أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى. رب سؤال يطرح: لماذا ظل سيد الصدر صامتا منذ أمس وحتى اليوم إذا كان يعني قراره هو مغادرة أنصاره الساحة؟ نعم، طبعا لا يخفى على أحد، السيد الصدر كان لديه رسالة أراد أن يوصلها إلى الشركاء وربما حتى الفرقاء، لأننا وجودي أمان لكم. لا يقبل أحد أو ينكر أحد بأن من خرج للهجوم أو لاجتياح المنطقة الخضراء هم أتباع السيد الصدر، ولكن ربما هم حتى هناك أشخاص خارجين عن الخط الصدري وربما خارجين حتى عن القانون، هم من أرادوا أن تحدث الفجوة الكبرى. لماذا نقول إحنا دائما هذه الأحزاب لا تريد بالعراق خيرا، لا تريد بالبلد خيرا؟ لأنها تريد أن تشعل العراق، وبالفعل وللمعلومة هي ليست فقط بغداد، حتى المحافظات الجنوبية والديوانية حصلت فيها حرق للمقرات، حصل فيها اعتداءات، حصل فيها غلق حتى للمنافذ الحدودية لمصاف النفط. إذا كانت تجربة، أنا لا أقول بأن هناك طرف على حق وطرف على باطل أبدا. الأطراف السياسية أو المنظومة السياسية ومن ضمنها الإسلام السياسي التي ينتمي إليها التيار وينتمي إليها الإطار كانت منظومة فاسدة ولا تصح أن تقود المرحلة القادمة. لكن كما يقولون بعض الشر أهون، عندما تخرج شخصية وتعترف وتعتذر وتقول أنا لا أمثل بعد خط سياسي باعتباري ما قدرت أوصل لمرحلة، على الطرف الآخر أيضا أن يثبت حسنيته. ما أقصده هو الإطار، مثل ما انسحب التيار سينسحب الإطار، لأننا لا نريد أن نعيش المرحلة أو أن نكرر المرحلة والأزمة مرة أخرى. الضحايا الذين سقطوا من هذا الطرف أو ذاك كانوا نتيجة حماقات سياسية ونتيجة تحزبهم. للأسف الجمهور اليوم جمهور الأحزاب، هناك أغلبية صامتة بحدود 80% من الشعب العراقي هي لم تناصر لا هذا الطرف ولا هذا، بدليل أن الانتخابات نسبة الانتخابات كانت سيد العزيز 19%، أي أن الذي خرج هو صوت لحزبه، صوت لمن يريد أن يكون بالسلطة، ولكن هذا الحزب وهذا الكيان فشل فشلا ذريعا. فمن اليوم أنا أرى أن العراقيين عليهم أن يجتمعوا إلى كلمة سواء: لا وجود لهذه الأحزاب بعد اليوم. طيب.
لا بقاء لا بالبرلمان ولا بالحكومة كما ولا حتى بتبديل شخصية رئيس الوزراء. سيد علي الصالح أرجو أن تبقى معي عذرا المقاطعة، ومعنا أيضا يشاركنا في هذه المتابعة الخاصة السيد أحمد الجميلي الصحفي العراقي من بغداد. إذن كيف تصف الآن الوضع في بغداد سيد أحمد بعد كلمة الصدر؟ هل أتم أنصار تيار الصدري بالفعل مغادرتهم مكان الاعتصام والاشتباكات؟ نعم أخي، المشهد الأخير من اعتصامات أنصار تيار الصدري جاء بشكل حزين على أتباع تيار الصدري عندما وصلت إلى أسماعهم تصريحات مقتدى الصدر والذي دعاهم فيها للخروج فورا من البرلمان العراقي وإنهاء الاعتصام بعد ما كانوا يمنون النفس من أنه تصل هذه الاعتصامات إلى نتيجتها التي كانوا قد أعلنوا عنها سابقا. قبل قليل كنت داخل بناية البرلمان العراقي وشاهدت كيف أن أنصار التيار الصدري قاموا أو يقومون برفع الخيم ويقومون برفع الفراش وكذلك ما تبقى من الطعام وكذلك أجهزة التبريد ويضعوها في مركبات الحمل استعدادا للمغادرة. تقريبا يعني غادر من مجموع أنصار التيار الصدري ما يقارب 60% وبقي 40% فقط. الآن هم داخل بناية حول بناية البرلمان العراقي وهنالك سيارات حمل كبيرة أيضا توافدت إلى المنطقة الخضراء من أجل رفع بقية الخيم وأيضا نقل أنصار مقتدى الصدر من المنطقة الخضراء إلى مناطق سكنها. هذا بالنسبة لأنصار التيار الصدري. ماذا عن ميليشيات الإطار التنسيقي؟ ألا تزال هناك مظاهر مسلحة تمثلهم؟ المظاهر المسلحة كنا قد شاهدناها منذ ساعات الصباح الأولى، يعني شاهدت أنا شخصيا ميليشيات العصائب وكذلك ميليشيات تابعة لعمار الحكيم تنتشر في مناطق الكرادة داخل والكرادة خارج وكذلك منطقة الجادرية، وكانوا يقفون عند نقاط تفتيش عند مداخل الطرق مع قوات الشرطة الاتحادية، بينما أيضا كان هنالك انتشار لقوات الجيش في مقتربات المنطقة الخضراء ولكنهم لم يتدخلوا سلبا أو إيجابا تجاه ما كان يجري من اشتباكات منذ مساء يوم أمس ولغاية الآن. أما الآن فقد انسحبت هذه الميليشيات ولم أعد أشاهد مركباتهم أو عناصرهم يتواجدون في شوارع الكرادة أو السعدون أو الجادرية، والآن انتشار فقط لقوات الشرطة الاتحادية والجيش وكذلك سيارات ودوريات المرور. يعني لا وجود لأي ميليشيات تمثل الإطار التنسيقي الآن في الشوارع بالقرب من المنطقة الخضراء؟ فقط هم متواجدون في منطقة الجادرية طبعا، يعني كما تعلم هم متواجدون لحماية منطقة اعتصام أنصار الإطار التنسيقي، وأيضا متواجدون بالقرب من منزل وقصور عمار الحكيم في الجادرية من أجل حمايتها. طيب أستاذ علي الصاحب أيضا رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية، إذن ميليشيات الإطار التنسيقي كما تحدث قبل لحظات معنا سيد أحمد الجميلي ذكر أن حتى ميليشيات الإطار التنسيقي قد غادرت الشارع ولا توجد أي مظاهر مسلحة الآن سوى يعني من تمثل الجيش أو القوات الأمن في داخل بغداد في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء. هل أصبحت الساحة السياسية الآن برأيك بيد ميليشيات الإطار التنسيقي؟ أبدا. هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوة مقابلة من بعض لكل فعل ردة فعل تساويها بالمقدار وتعاكسها بالاتجاه. فراغ الساحة السياسية من التيار الصدري ومن سعيد مقتدى الصدر
لا يعطي المجال او لا يعطي الحق للاطار ان يستغل الموقف ويرجع من جديد يطالب بعقد جلسه ويطالب بتشكيل حكومه. ابدا، الاوضاع غير مهيئه اليوم. الجمهور الذي خارج جمهور الاحزاب ناقم على العمليه السياسيه، وهذه الانتكاسه ونسميها انتكاسه حقيقه، يعني علينا بها ان نعيد الحسابات ونصرمت الاخطاء، ولا يمكن ان تعاد نفس الوجوه والاحزاب. وانا لا اظنهم باقون، فقد ادركوا الخطا الفادح الذين اوقعوا انفسهم فيه. ايضا اليوم الجمهور العراقي او ما تسمى بالاغلبيه الصامته التي تشكل نسبه 80% عليها ان تقول كلمتها. لا نريد برلمان باعتبار ان 73 برلماني من الفائزين انسحبوا وصعد مكانهم من الخاسرين، وهذا غير وارد. وكذلك الحكومه لا نريد لا الحاليه ولا القادمه. كيف سيكون هناك فراغ؟ يعني كيف ستكون مآلات المشهد السياسي تشكيل حكومة؟ نعم تفضل. نعم نحن بحاجة اليوم بعد كل اللي مر، وحتى لا يتكرر هذا الخطأ الفادح وهذه الانتكاسة كما أسميتها، بحاجة إلى شخصيات براغماتية منفتحة لتقوم العملية السياسية. لا نقول حكومة طوارئ، ولكن حكومة إنقاذ وطني، نخبة من القضاة الغير مشتركين بالمحكمة الاتحادية الحالية ومجلس القضاء، نخبة من أساتذة الجامعات، نخبة من الشخصيات حتى لا بأس أن تكون عشائرية ولكنها منفتحة، ليس عقلية دوغمائية، عقلية براغماتية، تقود المرحلة السهلة للمرحلة القادمة. ولكن علينا تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة. لدينا خلل في الدستور واضح وكبير، لدينا خلل في قانون الانتخابات. أنا ما سامع انتخابات يروح تفوز تحقق 16% واكثر من 80% ما يذهبون الانتخابات و 16% يسلطون علينا. لدينا خلل كبير في قانون الاحزاب. جميع الدول حتى العظمى منها توجد ثنائيه او ثلاثيه للاحزاب، خذ مثلا امريكا لديها حزبان يتصارعون يتنافسون على السلطه، الجمهور الديمقراطي، الاغلبيه تشكل حكومه والاقليه تذهب للمعارضه. اسمح لي سيد علي الصاحب، سأعود إليك في سؤال أخير، ولكن أيضا في سؤال أخير لسيد أحمد جميلي الصحفي. يعني كيف رصدت انسحاب أنصار التيار الصدري؟ هل كان هذا الإعلان بالمغادرة صادما لهم؟ سيد أحمد جميلي فقدنا الاتصال. إذن أستاذ علي، يعني مآلات المشهد السياسي الآن وتشكيل الحكومة، هل سيكون سهلا وسط هذه الأزمة اختيار رئيس جمهورية ورئيس حكومة؟ بل أنت قلت يجب حل مجلس النواب أولا. أنا واثق أن المحكمة الاتحادية بعد خطاب السيد الصدر وبعد ما قال هي ستحل المجلس، باعتبار أن هناك، وإن كان هو عرضت أكثر من مرة بأنه ليس من اختصاصه، باعتبار هي ملزمه بالماده 64 من الدستور، لكن من باب الضروريات تبيح المحظورات. وحتى ترسل الرسائل اطمئنان الى السيد الصدر والى تياره بان هذا البرلمان اصبح لا يمثل الشعب، وقد تتخذ القرار بحله، او تتفق هي الكتل نفسها بابعاث مبعوث خاص قريب او غير مستفز من السيد مقتدى. لانه سيجتمع البرلمان ليحل نفسه. اما ان نذهب الى عقد جلسه برلمان وتشكيل حكومه فهذا تحدي خطير، وهذا استفزاز ربما سيعيدنا للمربع الاول، ولا احد يريد بما فيهم حتى الاطار لا يريد ان يعيد نفسه الى المشكله، وربما وصلنا الى حافه الاقتتال. وانا على يقين كانت ليله ثقيله جدا على الطرف الاخر، باعتبار ان السلاح اصبح قريبا من مساكنهم، السلاح قريبا عن استهدافهم، لذلك لا يتحمل الموقف ولا يتحمل الحال ان تقرر نفس الوجوه. حتى السيد رئيس الجمهوريه، انا اقولها بصراحه ولا اخشى في الحق لوم السلائم، كان يفترض من الامس ان تعلن الرئاسات الثلاث استقالتها، ولكن للاسف يعني لدينا نرجسيه ولدينا تمسك بالحكم. إذن علي الصاحب من بغداد، رئيس المركز الاقليمي للدراسات السياسيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.